صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل أقسام الشرك الأصغر والأكبر تدخل في أقسام التوحيد الثلاثة؟ بمعنى، هل في شرك الربوبية والأسماء والصفات شرك أصغر وشرك أكبر؟ يا أخي هالسؤال هذا ما له داعي. شرك معروف، الشرك هو عبادة غير الله سبحانه وتعالى، الشرك هو عبادة غير الله، دعوة غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو الشرك. نعم.